ليكي تصوير، أنا قررت أنه أنت رح تساعدي الأستاذ ريكي بالقضية الجديدة. شكراً إلك. وخبريني إذا حسيتي بأي صعوبة. بشوفك بكرة. طبعاً. أنسة تصوير، برافو عليكي. تصوير؟ هاي، ما قلتي لي جوابك؟ ليكي، هلأ البابا مبسوط منك، لهيك قولي إيه أحسن لك. اسمعني، حاول تفهم أنا شو بدي. أنا ما بحب هالشغلات بالمرة، ونحن قاعدين بمكتب في كتير ناس هون، وأنا عندي شغل كتير. ماشي، رح أنطرك، خلصي شغلك، فيكي تخلصي على مهلك، وليكني هاي قاعد هون. شو عم تكتبي؟ رجاء تركني اعرف اشتغل. شو رح يفكروا اللي هون؟ ما رح يفكروا شيء ابدا. كل الناس بتعرف انه هذا اهم جواب بحياة البنت، وما في جواب اهم منه بالمرة. لهيك احكي، قلي لي شو جوابك. معناها جوابي حيكون لا. انا مالي محظوظة لحتى افكر مثل كل البنات العاديات. أنا عندي مسؤوليات كتيرة براسي، وصدقني أنا ما فيني أهمل واجباتي. لا لا اسمعي، لا تفهميني غلط، وقلنا فيكي تاخدي كل وقتك، ما في مشكلة. بس بلا ما تجاوبيني هيك وتقولي لا بعجلة، ما في مشكلة، على راحتك. بصراحة أبي بده يزوجني عن قريب كتير. أستاذ ريكي، هاي القضية الأخيرة. صحيح. أي أنسة تصوير، أنت رح تساعديني بهاي القضية. أي أستاذ، أنا قريت هالقضية وبدي تشرح لي كم نقطة فيها. أي طبعاً.